مجيناش احنا هنقرا مع بعض من سفر يشوع ابن نون الاصحاح الاول. ناخد فيه حبه تعليمات. انا اتمنى يكون كده على الشاشات او تطلعوا لنا ان شاء الله. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الروح التميم. انتوا عارفين طبعا ان يشوع جه بعد مين؟ موسى. موسى قعد يخدم شعبه كام سنه؟ 40 سنه. كان مريحين ولا تعبينه؟ كان تعبينه، بس موسى كان ليه هيبه. ومع ذلك الناس كانوا تعبينه. وبعدين كانوا عايشين في الصحراء، بيتنقلوا من مكان لمكان. ودلوقتي خلاص وصلوا ان ربنا هيديكوا بالاذن يعبروا الاردن ويدخلوا ارض الموعد عشان يمتلكوا. مين بقى القائد اللي هيتولى هذا العمل؟ لازم نحس بمشاعر يشوع قد ايه هو الان متوتر، لان الشعب ده كتير قوي وانا مش قدوه. اذا كان موسى النبي العظيم اللي قعد 40 سنه بيخدم الناس مش معتبراه تتحداه ويتمردوا عليه ويتعبوه، هيعملوا فيا ايه بقى؟ عشان كده الاصحاح ده الحقيقه الجزء الاولاني مهم جدا عشان نعرف سنده ربنا لاولاده. وممكن اي حد فيكم ناوي يواجه موقف صعب يقرا الجزء ده، يطلع من بيتكم متشجع جدا ان في وعود صادقه عن ربنا. تعالوا نقرا. وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا. أسألكم سؤال، ينفع في العهد القديم نقول بعد أن يحيى موسى ولا بعد موت موسى؟ ها؟ طب ليه ما نقولش أن يحيى؟ ها؟ بعد الموت كان يقولكم فين؟ حتى موسى؟ يا ساتر يا رب. طب وإحنا بعد الموت هنروح فين؟ اشمعنى طيب؟ عشان المسيح اتصلب. امال هم خرجوا من الرجحين امتى؟ يوم الجمعه العظيم في الساعه الثانيه عشر. طب المسيح اسلم الروح نزل الرجحين من قبل الصليب واخرج النفوس المحبوسه وداها فين؟ في القدس. ومن ساعتها بقى المؤمنين والاتقياء القديسين لما بيتنيحوا بيروحوا مكان الراحة، عشان كده اسمهم التنيح. النياح معناها ايه؟ الراحة. طيب هنا بيقول بعد موت موسى ايه؟ ها؟ عبد الرب. طيب فكروني، مش في يوم من الايام ربنا قال لموسى جعلتك الها لفرعون وهارون اخوك يكون ايه؟ الري. فالمفروض هنا يقول بعد موت موسى الاله، مش ربنا عينه اله؟ ده البابا لو خد حد من الشباب حط ايده عليه قال ادعوك يا فلان قسيس بقى قسيس، ادعوك يا فلان قمص بقى قمص، ولو راهب ادعوك اسقف بقى اسقف. طب ربنا بيقول لموسى جعلتك اله لفرعون. هل موسى اتعلق بالكلمات وراح لفرعون قال له على خلي بالك ربنا عيني اله عمل كده؟ وما لو فهم كلمه اله دي يعني سيد له سلطان، لكن ما تتخدش بالناحيه الحرفيه، لان لو بالناحيه الحرفيه عندنا الهه كتير. هل نحن نؤمن باله واحد ولا بعدد الهه؟ أمال ليه قال أنا قلت إنكم آلهة؟ ده مجرد تعبير ما ناخدش عليها، يعني بشبهها زي تشبيه يعني عيل صغير ملبسينه ملابس ظابط، بقى ظابط؟ منظر بس. أو أنتم بتعملوا إيه في المعمودية؟ تلاقي جايبين للطفل الصغير تونيا وطلسانة
لا كمان بتزيد احيانا اللي بيقولوا تاني بتاع بطرك وعصايا فيه. بقى بطرك ده مجرد ايه؟ منظر بس. عشان كده موسى ظل عبد للرب حتى وفاته. ما تعلقش بكلمة أنا جعلتك إله، هو فهم إن أنا هيبقى لي سلطان على فرعون وهأمره وهو مش هينفذ، يبقى أنا ليا سلطان أعاقبه بالضربات العشر مثل الله الذي عاقب الغلطانين. وقال له هارون أخوك يكون إيه؟ نبي. عمرنا بعد كلمة سمعنا هارون اتعلق بيها قال له أنا النبي بتاعك. هي تعبيرات بس. عند موته ربنا قال ليشوع موسى عبدي قد مات. كان بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى. يبقى قبل ما يمسك قياده الشعب كان ايه؟ طب دي مش حاجه مرعبه؟ من خادم لملك، طبعا ما كانش ملك بس قائد الملك، خادم موسى يعني بيساعده. الحقيقة يشوع كان مع موسى من البداية. حد فاكر قصة حصلت مع يشوع وموسى من البداية؟ برافو عليك. حرب عملية، مين اللي حارب؟ يشوع. وموسى كان بيعمل ايه؟ إذا هو مع موسى من البداية. وحتى لما موسى طلع فوق الجبل كان معاه يشوع. يعني معناها يشوع متتلمس على يد الجيل، الجيل بيسلم جيل. وده نظام كنيستي. وفي نفس الوقت هو واخد باله ان الحمل تقيل. خلي بالكم اللي بعيد عن المسؤوليه يشتهي ان يكون قائد. لكن اللي شايف بعينه القائد ده بيشرب المر كل يوم ازاي؟ يقول لك لا يا عم تعلمني على الحكايه دي انا مش قادر. عشان كده موسى ضرب يشوع، لكن في نفس الوقت يشوع يشعر بالهيبة من هذا الأمر. خادم موسى. ربنا قال له إيه؟ موسى عبدي قد مات. فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي بني إسرائيل. ده ممكن نص بصوا فيه عشان ما تستحقوش، عشان برضه هناخد كلمه كلمه. موسى يرمز للناموس، مش الانجيل قال اما الناموس والموسى اعطي؟ طيب قولوا لي بقى يشوع يرمز لايه؟ ها؟ المسيح على الاقل باسم. عارفين يشوع يعني يسوع؟ يعني دي بس مجرد اختلاف في النطق، زي عندنا النطق الصعيدي والنطق البحراوي والسكندراني والإمة والجني، عارفين الحاجات دي؟ والصينية. فالنطق بتاع يشوع هو بعينه يسوع. إذا هنا موسى يرمز للعهد القديم ويشوع يرمز ليسوع العهد الجديد. طيب اسألكم سؤال، هل الناموس كان قادر يخلصنا دخلنا السماء؟ امال مين يخلصنا دخلنا السماء؟ يسوع. عشان كده كان ربنا قاصر ان موسى بكل العظمه بتاعته وكل الخدمه الجباره اللي عملها يقول له مش هدخلك ارض الموعد. طبعا احنا عارفين انه ما دخلوش ارض الموعد. السبب ضرب الصخرة مرتين. واحد يقول يا رب يعني كل العمر 40 سنة من الشغل يجي يضرب الصخرة مرتين تقول له مش هدخلك. ربنا يقول أنا قاصد فيها إشارة نبوية إن الناموس ما يقدرش يجتاز إلى السماء. لكن مين اللي يجتاز؟ المسيح. المسيح دخل السماء بجسد. دخل ولا امتى؟ في الصوم. يعني يوم كم يوم بعد القيامة؟ 40 يوم. دخل لوحده ولا مع حد؟ دخل لوحده.
بيقول معلمنا بولس دخلك سابق من اجلنا. سابق يعني بيعمل ايه؟ افتكر هو قال انا ذاهب ليه؟ طب بعدين بعد ما عد المكان اهل واخذكم فالمسيح دخل الاقداس العليا وحده لغايه النهارده محدش دخل. طب والقدسين الاثنين راحوا فين؟ مكان تاني اسمه الفردوس. خلي بالك بقى الشمامسه في معلومه خمسيه دقيقه. لما بنجيب الطبق الحمل عشان ابونا يختار منه قربانه للجسد الرب، طبق الحمل يكون جوه الهيكل ولا بره الهيكل؟ امال ايه اللي يدخل بالهيكل؟ قربانه واحده اللي هي جسد الرب. دي اشاره لدخول المسيح وحده الى الاقداس. بقيه القربان يرمز للمؤمنين، عشان كده عاملينه مجوز، والفرديه الوحيده بتاعت المسيح. محدش دخل قربانه في الهيكل، حتى وابونا هو بيوزع قربه البركه تلاقيه بره الهيكل. والشماس اللي اخذ في ايده قربه البركه ما يدخلش الهيكل بيها، ويحطها على المذبح هي اللي عتبي. المذبح زي العذراء. العذراء كان عليها جواها جسد الرب ولا اجساد اخرى؟ ما حدش حط قربانه على المذبح غير قربانه المسيح بس. لان هو الوحيد اللي دخل الاقداس العليا، ودخل عشان يجذبنا اليه ويدخلنا معاه. بس اللي دخلنا معاه امتى؟ امتى؟ لا تقول لي تاريخ. المجيء الثاني، برافو، اللي هو قيامه الاموات وحياه الدهر اللي ياتي. حتى في سفر الرؤيا يقول ايه؟ من يغلب ساجعله ان يجلس معي في عرش. لسه قدامنا مشوار عشان نجلس معه في عرش الابديه. هنا بقى المعنى جميل. موسى ده يرمز للجهاد والتعب والناموس وتنفيذ الوصايا وعبادة ربنا وكل اللي عايز تعمله. في الآخر محدش هيدخلك في مين؟ المسيح. الإيمان بالمسيح. يعني لو واحد عمل كل الفضائل وهو لا يؤمن بالمسيح هيدخل؟ يقول ده أنا عملت الناموس، حتى لو كان هو مش قال الناموس لكن عمره ما قتل ولا زنى ولا شهد الزور ولا تعب أبوه ولا أمه ولا عمل حاجة من الحاجات الغلط. بس ما آمنش بالمسيح. ادخل. أنت هتلف حوالين نفسك في البرية تيجي عند الباب ما تعرفش تدخل. الوحيد اللي يدخلنا السماء هو المسيح. ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فربنا قال له خلي بالك يا يشوع موسى عبدي مات. إشارة إلى انتهاء العهد القديم، خلاص قفلنا العهد، نبتدي عهد جديد مع يشوع. الأم الآن قم أعبر هذا الأردن. احتدي بقى لو عندكم خيال واسع كده تتخيلوا الخريطة بتاعت مصر. احنا كده شرق كده بحر. البحر فين بالنسبة لكم؟ الناحية دي. وفي الدلتا كده الصعيد صح؟ فلسطين فين بالنسبة لنا؟ هنا شرق شرق وبحر. فلسطين ناحية دي. طيب هما لما عبروا البحر كانوا ساكنين فين؟ جسدي فين في مصر؟ لا مش سين. شرقية. الشرقية دي اللي هي الزقازيق والمدن اللي حوالينا. دي أرض جسام اللي كان ساكن فيها بنو إسرائيل. طيب الشرقية دي في الخريطة هتلاقوا على طول قدام سينا. ركزوا معايا عشان تبتدي كده ليها خيال. لو هما عارفين الخريطة عارفين لو احنا هنمشي كده ناحية شرق ندخل سينا ونطلع فوق ندخل فلسطين. خدش اسبوع. ربنا قال لهم لا بصوا امشوا ورا السحابه. السحابه وديتهم فين؟ انتوا اللي الناس خرجوا في اسكندريه البحر الاحمر فين؟ شرق من ناحيه الجنوب ولا شمال؟ كده الناحيه. يعني البحر الاحمر بيفصلنا كده عن السعوديه ناحيه الصعيد. طب انتوا في الحته دي وسينا قدامكم. امشوا على طول كده توصلوا سينا. ايه اللي نزلكم وبعدين انتوا بعد سنة رايحين فلسطين؟ ايه اللي نزلكم في الجنوب؟ قالوا احنا مشينا ورا السحاب. ربنا كان قصده ايه؟
كده وبعدين يجي الاقي نفسي قدام البحر ورايا تعوم بمراكبه وفي خطر. ايه غيتك يا رب انك تمشينا ورا السحابه ونوصل للبحر؟ لو حد جواك مبسوط جاي ها؟ معموديه يا رب. دي كانت معموديه. يعني ربنا قال لهم ايوه هدخلكم بس انتوا تعبوا على المعموديه. هو مين من القديسين قال ان دي معموديه؟ بوتس قالها فين؟ في كرونسوس الاولى 19. قال على فكره هم عدوا في البحر عشان تبقى معموديه. طيب الناس اللي اتعمدوا في البحر الاحمر دول دخلوا بلد سينا هم اللي دخلوا ارض موعد؟ هم حصل لهم ايه؟ كلهم ماتوا في البريه ما عدا مين؟ يشوع بن نون وكالب بن يافور. يشوع ده عرفنا اصلا ده يسوع. طب وكالب؟ كلمه كالب في اللغه العبريه عن القلب. قلب. يبقى كل الانسان القديم هيموت في البريه واللي هيدخل ارض الموعد القلب المرتبط بيشوع اللي هو ربنا يسوع يدخلوا ارض الموعد. طيب هم دخلوا هم الاثنين بس ولا معاهم ناس؟ الناس دول جابهم فين؟ اتولدوا فين؟ في البريه. هل عبروا البحر؟ عشان كده كان لازم يعدوا الاردن. برضه بقيه الخريطه خلي بالك ادي كده مصر سينا فلسطين نهر الاردن في الحتات. طب ما ندخل كده من سينا الى فلسطين اللي يعديني ناحيه الشرق واضطر اعبر الاردن نفس التفسير عشان يبقى فيه ايه؟ معمودية. لو حد فيكم شاطر في الجغرافيا هيتخيلها. دلوقتي فعلا هم خلاص تاهوا في البريه بريه سيناء 40 سنه. في يوم على طول فلسطين يدخلوا. لكن ايه اللي خليهم يدخلوا ناحيه شرق الاردن ويعبروا النهر؟ ما في طريق بري. ربنا قال له قم اعبر هذا الاردن. عشان يبقى معمودية للي ما تعملش. أنت وكل هذا الشعب هتعبروا الأردن تدخلوا الأرض التي أنا معطيها لهم أي بني إسرائيل. هنا كلمة الأرض اللي أنا مديها لهم صحيح هتعملوا حرب وهتطردوا الناس وهتنتصروا في المواقع أو تنهزموا. لكن ما تنساش يا يشوع كل الشعب أنا اللي مديكم الأرض. طيب احنا في العهد الجديد ركزوا بقى ربنا وعدنا يدينا ارض نسكن فيها؟ لا. امال وعدنا بايه؟ السماء. يقول معلمنا بولس بص بقى الفرق كبير. مبارك الله الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماويات. احنا ليس لنا رغبه في الارض مش عايزينها. احنا الوعد بتاعنا افخم من الارض. العهد القديم ما عندهمش ابديه لسه الصليب. فعلى الاقل يديهم حاجه تتمتعوا بيها هي الارض. تسكنوا في الارض وهملكها لكم وتبقى ملكي وانتم سكان فيها. الارض التي انا معطيها لهم اي بني اسرائيل. يعني انا دلوقتي لو عايز اخلي النص ده كانه في العهد الجديد هراجع الايات. لو سمحت هات الايه الاولى الأخ اللي بيعمل البرزنتيشن نمرة واحد مش معانا. هقول إيه؟ بدل بعد بن موسى أقول بعد انتهاء العهد القديم إن الآب قال للابن اللي هو خدم الناموس هو المسيح جه يخدم الناموس وقال له قم موسى عبد مات العهد القديم انتهى يلا بقى قوم قيامة دي اللي هي ايه؟ قيامة المسيح وخد معاك الناس يعدوا في المعمودية عشان اديهم ايه؟ القدس السماوي. بقت حلوة لأن احنا عهد جديد. بص بقى الآية رقم ثلاثة دي عجيبة جدا. بيقول كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم لكم أعطيتوه. كما كلمت موسى. يبقى البطاريه انت عارفين دي معناها ايه؟
الدنيا. على فكرة أغلى حاجة في تاريخ البشرية هي الأرض. عارفين ليه؟ لا بتقدم ولا بتدوب. يعني تشتري عربية بعد كم سنة خلاص بقت كهنة ومصاريفها أكتر من فايدتها، فبترميها أو تبيعها وتجيب حاجة جديدة عشان تقضي معاها. تشتري بيت، لو بيت ده مبني من 50 سنة تلاقي الدنيا بدأت إيه؟ تضيع. لو هدوم، طب الأرض بتدوب أو بتقدم؟ عشان كده الأرض دايما هي اللي ممكن تغلى. طبعا كل حاجة بتغلى بس لا تستهلك. طيب في حد في الدنيا يفهم إنه لما يمشي على الأرض مجرد يمشي عليها يمتلكها؟ ده قال له كده، كل موضع تدوس بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى. يعني إيه بقى؟ خلي بالك يا يشوع، لو هتمشي كتير هديك كتير، تمشي قليل هديك قليل. ودي بقى عايزكم تساعدوني في التفسير. الأرض اللي ربنا اداها لهم دي هدية ولا مدفوعة الثمن؟ هدية. أنا أعطيتكم الأرض. طيب في مجهود بيبذل ولا مفيش؟ إيه المجهود؟ تمشي، امشي. على قد ما تمشي هديك. ودي على طول بتترجم حياتنا الروحية إلى الجهاد والنعمة. النعمة هي عطية يعطيها الله للإنسان، بس يديها للإنسان المجتهد. بس أنا يا جماعة ما أقدرش أعتبر ده تمام. بقى مجرد أمشي في الأرض تبقى ملكي. فاكر زمان في دير البراموس في بداية تعميره في سنة 76 البابا شنودة راح يزور البيت، فقال لهم احنا عايزين ناخد الاراضي اللي حوالين الدير نشتريها من ضمها للدير. ماشي سيد. راح واخد عكازه ومشي في الصحراء بالعكاز يعمل بيه خط في الارض. وقتها كان سيدنا انبا موسى بنادي الصحراء كان الروبيتا بتاع الدير، كان اسمه ابونا انجيروس البراموس. يحكي يقول البابا ماشي بالعكاز بتاعه بيحفر كده في الارض عشان يبقى كل الارض اللي هو مشي فيها دي نشتريها. قال احنا تعبنا وقطعنا، هم كانوا شباب والبابا اكبر مني في السن، لكن 76 البابا كان برضه شباب. يعني واخدين بالكم؟ طول ما هو ماشي عامل خط في الارض وقال هناخد كل الارض دي، وراحوا واخدينها ودفعوا ثمنها وبقت دير عمران دلوقتي. دي فكرتنا بحكايه يشوع. على قد ما تمشي على قد ما تديك. بس طبعا هم في الدير اشتروا، مش بننصب يعني، استولى على املاك الدير، اشتروا الارض دي. لكن يشوع ما دفعش حاجه، امشي وانا اديك. خلي بالكم دي معناها ايه؟ يا رب يسوع نفسي اتعلم الطهاره. يقول لي حط رجلك في السكه وانا هديها لك. نفسي اتعلم الوداع، انا نرفز. يقول لي حط رجلك في السكه دي وانا هديها لك. نفسي اتعلم الحكمه. دايما في دور علينا ودور على ربنا، بس انتوا في تقديركم انهي الدور الاعظم؟ تعرف انت؟ طب يديه لكل الناس؟ مين؟ اللي يجتهد. وعمر ما يكون الاجتهاد بتاعنا تمن ولكنه سبب. انا هديك بس تدعم. في مثل صعيدي ارثوذكسي يقول لك ايه؟ اسعى يا عبد. انا عارف الاسكندريين كلهم صعيدين. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. اسعى. ودي قالها المسيح نفسه لما قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا. انتوا هتفعلوا بس مش بدوني. لازم الاثنين، عمل الله مع عمل الانسان. دايما لما اجي اهتدي بفتكر قصه حصلت زمان عندنا في القاهره، زمان زمان يعني في
معرض القاهرة الدولي للبضائع عملوا إيه؟ كان الأرض المعارض طبعاً أرض ضخمة جداً، قفلوا الأبواب وقالوا في الميكروفون في مفاجأة للمعرض، اللي معاه في جيبه المليم الأحمر بتاع أيام الملك فاروق أو فؤاد ده يعني يجي يسلمه لإدارة المعرض، هياخد عربية مرسيدس على الزيرو آخر موديل مجاني بداية. طبعا في ناس غاوية العملات وحوشوها في البيت بس مش هيجيبها من جيبه، واحد بقى محظوظ في جيبه المالية راح قدمه لإدارة المعرض ادوله ايه؟ عربية. خارج من المعرض لقى راكب عربية مرسيدس. السؤال بقى لما يروح بيته بيقول ايه اللي مرقته؟ تقول له ايه ده؟ قال لها جبت لك عربية انت معاك فلوس؟ قال لها لا. طب جبتها ازاي؟ خدتها هدية من المعرض. هو المعرض وزع عربيات على كل اللي هناك؟ لا. اشمعنى انت؟ كان معايا مليم. لا كلامك مش معقول. هل تعتبروا المليم ثمن العربية؟ مش ممكن. ولكنه تعتبروه سبب للعربية؟ هذا هو جهادنا. اللي ربنا هيديه لنا شيء غير موصوف. المجد اللي مستنينا في السماء ما يتوصفش. غير منطوق به. ومدة الانتفاع ما لا نهاية. طب انت ايه اللي تعمله عشان تاخد المجد ده؟ هتعمل ايه يا حبيبي؟ مهما عملنا من اعمال ما تكفيش ان اخد السماء، لكن هتبقى سبب. يقول لك كأس ماء بارد يدخلك السماء. صح؟ لا يضيع ابدا. كنت جوعانا فأدخلك السماء. هي دي بقى ايه؟ تدوس برجلك في السكه ربنا يديها لك. لكن كسلان ومش عايز مش داخل. صح كده؟ لازم نتعب عشان ناخده، بس اللي هناخده شيء لا يقارن بالتعب اللي احنا. عشان كده يقول معلمنا بولس ان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقه المجد ابدا. دي وقتيه ودي ابدا، دي خفيفه ودي تقيله. ده تعب او ضيقه وهناك مجد ما يتوصفش. يا يشوع على قد ما تمشوا، على لو مشيت خمس بلاد هديك خمس بلاد، لو مشيت عشره هديك عشره. بلاش كسل، امشي. كل موضع تدوس بطول اقدامكم لكم اعطيته كما كلمت موسى من البريه ولبنان هذا الى النهر الكبير نهر الفرات جميع ارض الحسيين والى البحر الكبير. عارفين ايه البحر الكبير ده؟ تعبوا لهنا. اسم البحر الكبير المتوسط. نحو مغرب الشمس يكون تخمكم. طبعا احنا بالنسبه لنا البحر البحري بالنسبه لهم غرب، لان هم في الحته دي كده. البحر بالنسبه لهم غرب. بص بقى من الايه 5 ده بقى الكلام اللي يشجعني ويعزيني ويشددني ويقويني. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. ايه رايكم في الوعد ده؟ ربنا صادق في وعوده. هل الوعد ده ليشوع بس؟ ما اللي نقرا لي انا كمان وانت وانت. ده الوعد بتاعي. اقول له يا رب انت قلت لي لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. عمره يقول لي ده ان انا قلت ليشوع. ما هو لو قالوا ليشوع ما كانش يكتبه لنا وكان يبين في ودنه. لكن مكتوب هنا يبقى بتاعي. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. لا يقف في وجهك يعني ايه؟ محدش يبقى ضدك، محدش هيقدر عليك، محدش يقدر يتحداك، واللي يتحداك هيوقع. خافش. طبعا لو انتوا في الاول اتفقنا مشاعر يشوع وهو ربنا بيكلفه بقياده الشعب وهو شايف بعينه قد ايه الناس متعبه، كان يبقى الان قال ما تخافش انا معك. كما كنت مع موسى اكون معك. عارف يا يشوع
ليه موسى نجح في خدمته بالرغم من ان الشعب عنيد وصلب الرقبه؟ قالوا لي يا رب ايه سبب نجاحه؟ انا كنت معاه. موسى ده كان غلبان بقى، ما هوش جبار بس، ده كان راعي غنم مع حته بريد تقيل، فكان هربان من وجه فرعون. بس انا عملت قرار لاني كنت معاه في كل خطوه، كما كنت مع موسى هكون معاه. لاحظوا يوم ما ربنا كلف موسى بالخدمه ظهر له بشكل نار في المعلق وقال له موسى موسى انا اله ابائك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. عارفين ده معناها ايه؟ ما تخافش يا موسى، زي ما كنت مع ابراهيم هكون معاك، زي ما كنت مع اسحاق هكون معاك، زي ما كنت مع يعقوب هكون معاك. واحنا النهارده يا ربنا زي ما كنت مع مرقس هبقى معاك، زي ما كنت مع البابا بطرس هبقى مش ده هكون معاك. عشان كده اسمه اله الاباء. احنا بنعرفه من خلال السمسار. الله عمل ايه مع الناس؟ بناخد تعاملات الله مع البشر كمرجع. خلي بالكم الكتاب المقدس نفسه هو قصة آدم، قصة هابيل، قصة أخنوخ، قصة نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، يشوع، وبعد كده صموئيل وداوود. احنا بنعرف ربنا من خلال الآباء. قال له كما كنت مع موسى أكون معك. لا أهملك ولا أتركك. طب دي حاجة تطمن ولا تزعج؟ نفضل. قال لي أنا معاك، أنا مش خايف. تشدد وتشجع. تشدد يعني ما تبقاش رخم، خليك شديد وأحكم للشعب بالعدل وبالنظام، خليك شجاع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم. الله قال وفعلا نفذ. لما تيجي تدرس سفر نحمية يقول يا رب فعلا أنت وفيت وعدك وملكتنا الأرض بس إحنا اللي وحشين. وبعدين يقول له إيه؟ إنما كن متشددا وتشجع جدا. حاجة واحدة بس هطلبها منك يا يشوع. ايه هي؟ اي قال لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي امر بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. شرط ان اكون معاك انك اللي استلدته من موسى تحافظ عليه. الشريعة اللي قالها موسى دي شريعتي انا، مش موسى اللي اخترعها. وانت تحافظ عليها، تحافظ عليها معناها انك تعمل. شوف كلمة لكي تتحفظ يعني تكون حريص للعمل حسب كل الشريعة التي امرت بها موسى عبدي. ما يجيش بقى واحد قائد ويقول اصل ايام موسى غير ايامنا. وده كان ساعتها تقريبا في الصحراء حياة النمل في الأرض في ظروف غير ظروف نغير. قال له بص موسى يتغير لكن الله لا يتغير. موسى مات لكن الله موجود ما بيموتش. صاحب الأمر مش موسى ده ربنا. فأنت تمشي يا يشوع زي ما أنا قلت لموسى بالضبط. لا تمل عنها يمينا ولا شمالا. لكي ايه؟ تفلح حيثما تذهب. تبقى فالح ناجح. خلي بالكم في المزمور الاول الكلمه يقول لك كل ما يصنعه ينجح فيه. انت بقى ينجح فيه. طوبى للرجل الذي قلوه ان يشتغل في مشروع الارض وفي طريق الخطاه من يوسف الثانيين. لكن في قال سبب النجاح والفلاح في ناموس الرب كلمة النهارة فيكون شجرة مثمرة عن مجرى المياه اللي هو الكتاب المقدس تعطي ثمرها وورقها يعني مجهود وما يضيعش هباء.
وكل ما يصنعه ليس كذلك. الناس بقى بشرار هم بيسيبوا كلمة الرب. فقال يشوع أنا معاك في ظهرك وهسندك زي ما سندت موسى هتنجح، بس بشرط ما تزوجش عن الناموس، تمشيش بمزاجك، فتحفظ العمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. طب عشان توصل للمرحلة دي لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا. طبعا لما يكون يقول لك البعيد عن العين، فإذا أنا لما أنا أهمل الكتاب المقدس هيبقى الفكر بتاع الكتاب المقدس بعيد عن قلبي، ولما يجي لي موقف معين هبتدي أنا أخترع حلول من عندي لأن الكتاب مش حاضر في ذهني، فأنا محتاج أكون قدامه طول الوقت. لا يبرح، يعني إيه لا يبرح؟ ما يمشيش. مين؟ كتاب مقدس. لا يبرح من فمك، يعني طول الوقت بتقول تلهج فيه نهارا وليلا. ونفس اللي قلناه في المزمور الأول، وبعدين لكي تتحفظ للعمل، مش مجرد بغبغان بحفظ نصوص وآيات وأتباهى بها قدام الناس يقول لك فلان ده حافظ الكتاب المقدس جدا جدا. هو احنا كتاب؟ أنا عايزك تعمل بيه حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. إيه اللي يصلح الطريق؟ في عندنا المزمور الكبير اللي يصلي بيه في نص الليل يقول لك بماذا يقوم الشاب طريقه؟ الإجابة إيه؟ بحفظه إياه حسب وصاياه. وعم بطرس قال اجعل شاهد لأعمالك من الكتب المقدسة، كل حاجة تعملها يبقى ليها مرجع كتابي. فلان زعلني سمعته ايه لان كتاب قال لي كده، فلان عايز ياخد مني حاجة واديتها له مش مجراش حاجة كتاب قال لي كده. طب ما انت كده اللي يمشي ورا الكتاب هيبيع عياله، متخافش ربنا هو اللي يضمن لي حياتي. ينطر عليا من السماء خيرات ولا تنتهي. حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. أما أمرتك، خلي بالك أنا أمرتك تكون شجاع، أمرتك إنك تتشدد، أمرتك إنك ما تخافش من الناس، ده أمر. تشدد وتشجع ولا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. كلمة ما تخافش وما ترتعبش تفكرني بالكلام اللي قاله ربنا لأرميا في بداية الخدمة، سفر أرميا إصحاح 1، هو بيدعوه للخدمة قال له نفس التشجيع الحلو ده، قال له قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فرد أرميا قال له آه يا سيد الرب أنا لا أعرف أن أتكلم لأني ولد، أنا غلبان أنا عيل. فقال الرب لي لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك، لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يا كل الرب. ومد يد الرب ولمس فمي وقال رب ليها قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقد وتبني وتغرس، ليك سلطان. وقال له لا تخف من وجوههم لئلا اريعك امامهم. لو انت خفت انا هسلمك للهلع، لكن تكون ما تكونش شديد وشجاع زي داود قدام جلياد ولا تاني في حاجه. كل الناس مرعوبه من منظر الجبار، هو داود قال ايه الجبار قدام ربنا؟
طب انت عيل صغير، انا عيل صغير في ايد ربنا، لبسوه البدله العسكريه بقى زي فطوطه كده مش عارف يمشي، طب اعمل ايه؟ قال لي هلبس الجلابيه بتاعتي شمرها كده زي الراحه. طب والسلاح؟ انا مش مدرب على السلاح، امال ايه حته نجمه؟ لدرجه البليات احتقر، قال له انت ايه طالع تصطاد كلب؟ احنا حرب. قال له اليوم الرب يحبسك حياتي. النبله وزي التنميه تقول له فو، دخلت قورة جلياد دروخته وقع الجبار. تخافش، ده امر من ربنا ان احنا لا نخاف. يعني زي ما قال لا تقتل الا تخاف، زي لما قال لا تسرق الا تخاف. الخوف خطيه. سفر الرؤيا بيقول الناس اللي يدخلوا جهنم الخوافين الخائفون. تقول يا خبر، ده انا بترعب من اقل حاجه. لا، خلي قلبك شديد، ده في اله سندنا. هو احنا لولا وجود الله كنا نعرف نعيش؟ ده احنا وجودنا معجزه في حد ذاتها. اما امرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لان الرب الهك معك حيثما تذهب. اي حته انت رايح انا معاك. تقود الشعب. وفعلا العجيب ان يشوع ربنا اداله الهيبه بتاعت موسى من اول لحظه. بدا الشعب يسمع كلامه وقاد الحروب وسكنهم، وكان ناجح جدا في خدمته لان ربنا كان معاه. ربنا يدينا ان احنا نشبع بيه، نتكل عليه، نستند لالهنا المجد الدائم الى الابد. السؤال بيقول انت قلت لنا ان الاعمال الصالحه بدون الايمان بالمسيح ما يدخلش السماء. نظر، اصل الاعمال الصالحه دي اسمها البر الذاتي. البر الذاتي ده يعمل ايه؟ انا هقول لك مثلا، لو انت راجل عايز تجيب شقه لابنك في منطقه راقيه في اسكندريه، تدفع فيها مبلغ مقدر يعني. طب لو مقتدر اكتر تقدر تشتري مثلا فيلا، اكتر تشتري عماره. لكن من يستطيع ان يشتري مدينه اسكندريه بالجامعه بالمستشفيات بالمصانع الشركات؟ مين يقدر يشتري؟ يقول لك اول تفريط، محدش يقدر ياخد مدينه. طب مين يستطيع ان يشتري كل ارض مصر؟ الكره الارضيه. عارفين بقى كل الكره الارضيه دي عباره عن نقطه في الفراغ، تبقى مش مرئية لما يكون في حد في كوكب تاني بيعمل بحث. الأرض ولا باينة، الأرض اللي إحنا بنجري فيها، أنا جاي من مصر في أربع ساعات وأنا جاي السكة الزحمة، بنجري في حتة نقطة قد كده. إيه رأيك بقى الأبدية؟ لما أنت مش عارف تشتري شقة أو مش عارف تشتري عمارة، ويوم يعني الواحد ما بيشتري عماره يقول لك ست لعيالي ورثه. من يستطيع ان يشتري السماء؟ هي هبه من المسيح، من يؤمن بالمسيح. اعمل اعمال صالحه ومفيش ايمان بالمسيح، خليك تعيش حياه في الارض كويسه، ناس محترمك وتنجح وتعمل بيوت حلوه وعيالك حلوين، لكن الابديه حاجه ثانيه خالص، هي هبه من المسيح. واحد يشتكي انه هو مع مراته خلافات زوجيه، اعمل ايه بقى؟ اتصرف ازاي؟ اروح لمين؟ طبعا بيقول هو راح للاباء الكهنه وليله مش قادرين عليه يا زلمه. تفاهم احسن شيء، يعني انت شوف ايه اللي يريحه التفاهم. لماذا لم تضع الكنيسة إنجيل عيد القيامة أو الميلاد للتذكار
سياق المشروع الثاني. ده بيبقى حد خامس هنقرا قراءات عيد البشارة تنظم الكنيسة. ليه بقى؟ سموا عيد البشارة بكر الأعياد. طب احنا ليه بنحتفل يوم 29؟ هي العذراء حبت المسيح امتى؟ يوم 29 برمى ولدته امتى؟ 29 كيان بينهم كم شهر؟ 29 بالظبط. عشان كده هتلاقوا الحد الجاي، لا مش الحد الجاي، 29 برمهات هو عيد البشارة لنفسه، 7 ابريل وعيد الميلاد 7 يناير، بينهم 9 شهور. فاحنا بنيجي كل شهر زي الست اللي حبلت وراحت للدكتور وتعمل متابعة شهرية، نقول للعذراء ايه الاخبار؟ تقول بقى له شهر البرمهات، شهر البرمهات وين بشان سبقونا وأبيك ومصر وتوت وبابا وطول، تقول خلاص نقصت شهر، 29 فيها نحتفل بالميلاد. عشان كده تلاقوا خطوبة وهنشيل، مفيش احتفال ده، خلاص نبتدي مرة تاني دورة جديدة من ايه؟ 29 برمضان. عشان كده تقرأ قراءات البشارة مش بقية العين. طب ليه في اليوم نفسه بنحتفل بعيد الميلاد أو تذكار الميلاد والقيامة؟ زي ما قلت لكم المسيح حبل 129 برمهات، ولد 29 أيام، وتلف السنين بعد 33 سنة، يوم قيامته كانت يوم 29 برمهات، نفس اليوم تاريخ الملاك بشر العبد، بس الفرق هو السنين. ولماذا تفضل قراءات اليوم عنه في قراءات تذكار الشهر؟ كتمارس في 29 من كل شهر حاطط قراءات خاصة باليوم، زي مثلا 29 السنة دي اللي هو عيد البابا بطرس في المشهدات، له قراءات بتاعت البابا بطرس مش بتتلاقي إلا إذا وقع اليوم ده يوم أحد. لكن لو وقع يعني 29 هتقول لو جه يوم سبت ولا يوم اثنين ولا يوم ثلاث تبتدي قراءات البابا بطرس مع الاحتفال بالشرايح وكل حاجه، لكن يجي يوم حد نقرا قراءات البشارة. وبعدين بيتكلم برضه عن المداح بتاعت كياك تم تعديلها، وفي صمودية طبعا في دير السوريان من عدة سنوات، ولو انت في كلمات مش عاجباك في المدايح استخدم صمودية دير السوريان. بالنسبة لتمجيد العذراء في الآخر بنقول تفسير اسمك ولا تفسير اسمك؟ الصح تفسير اسمك. كلمة تفسير اسمك يعني السيرة بتاعتك في أفكار المؤمنين. فلما تكون قديسة دنيانا ولا العذراء مريم ولا أي واحدة بنت، يبقى تفسير اسمك. كلمة تفسير معناها السيرة، واسمك يعني شخصيتك. تفسير اسمك وموجودة أصل في العربي الفرق بين دي ودي تشكيل، وعادة ما حدش بيشكل، لكن في القبطي الكلمة بتتغير، ترمينيا إم بيران يبقى اسمك، إم بيكران يبقى اسمك. فالقبطي مذكورة إم بيران في نصوص الشهيدات والقدسات، مش في المدايح لكن في الدفنار. لماذا ذكر الإنجيليون عبارة أسلم الروح؟ إيه المشكلة؟ عشان كلمة أسلم، أسلم الروح مش أسلم حاجة تانية. سؤال، هل لازم أكون مخلص كلية عشان أروح الدير للرهبنة؟ قطع يعني أنت عايز تروح الدير وأنت لسه مخلصتش دراستك، وبعدين افرض عندك جيش لازم تخلي الجيش، وبعدين يحبوا كمان في الدير تكون اشتغلت والفلوس جريت في ايدك، لان احيانا الواحد يكون دماغه طايره على الدير لا
لما يشتغل في وسط اللي في ايده يتغير دماغه، عايز يكمل خلاص يكمل يعني، حاجه مش وحشه.